التوقيع على محضر اتفاق يرمي إلى إعادة إنعاش اتفاق الرياض المتعثر. هذا ما أفاد به بيان صادر عن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي أكد أن فريقا التفاوض عن الجانب الحكومي والانفصاليين وقع على ما أسماه مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها. الدكتور بن دغر الذي كلف برئاسة لجنة سياسية رفيعة المستوى للإشراف على إنجاز محضر الاتفاق الجديد والمصفوفة التي تضمنها، أكد في بيانه بأن المصفوفة تضع اتفاق الرياض في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري، ومنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً ابتداء من يوم السبت 11 من الشهر الجاري. ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن وتجميعها عبر لجان مشتركة تحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية، وبما يجعل عدن أكثر أماناً ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها وفقاً لما جاء في بيان الدكتور أحمد بن دغر. والأهم من ذلك أن الاتفاق يضمن أمرين جوهريين، وهما القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، وتتيح للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، وقبل ذلك تعيين محافظ ومدير لأمن عدن في منتصف فترة تنفيذ هذا المحضر. ويقضي المحضر أيضاً بتبادل أسرى المواجهات التي وقعت في أغسطس من العام الماضي، وعددهم 35 أسيراً من الجانبين، وذلك بعد يوم أو يومين من التوقيع على المحضر، كما يقضي بتوجيه النيابة العامة بالتحقيق في شأن المخفيين وكشف حالات إخفائهم الغامضة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. وعلى الرغم من تأكيدات الدكتور بن دغر ألا مجال للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه، فإن محضر الاتفاق الجديد لا يمثل في نظر المراقبين سوى حلاً تكتيكياً لإشكالية التعثر في تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للجدول الزمني المتضمن في الاتفاق، لكنه لا يتوفر على ضمانات بشأن إمكانية المضي في التنفيذ، خصوصاً من جانب المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم بقوة من جانب الإمارات، التي تشعر بأن الاتفاق يقوض نفوذها الذي أملت أن يكون راسخاً في جنوب اليمن.